يقول السائل: ما حكم كشف الوجه للمرأة المسلمة البالغة؟ لا يجوز للمرأة المسلمة البالغة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأن الوجه هو أشد الفتنة، والأنظار تتجه إلى وجه المرأة أكثر من غيره، لأنه هو مركز الجمال في المرأة، هو مركز الجمال في المرأة، وهو أشد فتنة، فيجب عليها أن تغطيه. قوله صلى الله عليه لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو غطاء الرأس، أمرها الله أن تدليه على الجيوب، على فتحة الجيب، فتحة الثوب. فإذا كانت مأمورة بأن تستر نحرها، مأمورة بأن تستر النحر، فالوجه أشد فتنة من النحر. إذا كانت المرأة لا يحل لها أن تخرج كفيها عند الرجال أو تخرج قدميها عند الرجال، فالوجه أشد فتنة من الكفين وأشد فتنة من القدمين. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تحتجب الحجاب الكامل حتى تسلم من الفتنة ويسلم غيرها، لا تفتتن هي ولا تفتن غيرها.